شكرا سيد رئيس. حول أفق توفر بلادنا على قانون يؤطر ظاهرة الإثراء غير المشروع نسائلكم سيد الوزير. جواب سيد الوزير. أعتقد أنه في رأيي أنا هذا الموضوع هذا كلمة حق يراد بها باطل. هذا الإثراء غير المشروع قصة. صوت سيدي. هذا الإثراء غير المشروع قصة خلقت. القانون الجنائي كله كيتكلم على الإثراء غير المشروع. القانون الجنائي كله يسائل حول مجموعة تاع الثراء إذا كان فيه شي اختلالات أو فيه شي. ولكن كذلك القانون الجنائي والمسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة. دير لي حتى التوازن بين المساءلة وقرينة البراءة ونمشي معك. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. بخصوص الحق الذي يورد بباطل السيد الوزير، لا نحتاج إلى تذكيركم بسياق وطني اليوم طابعه هو وجود فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها. اليوم تخترق مجال المال والأعمال والسياسة والرياضة والفن وتشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات وعلى الخيار الديمقراطي. أما فيما يتعلق بقرينة البراءة السيد الوزير، نذكركم بأن لها سنون، هو صنوها ورفيقها وهو مبدأ الشرعية. اليوم الظاهرة موجودة ولكم أن تلتفتوا ذات اليمين وذات اليسار وأنتم تنظرون حتى تحت أخمص القدمين سيد الوزير لتروا أن الظاهرة موجودة وتأطرها القانون. اليوم يسائلكم سيد الوزير، اليوم نحن أمام أثرياء ممكن نسميهم أثرياء مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين ما كاينش، ولكن الأثرياء من هذا النوع هما كاينين، والظاهرة كتحتم عليكم تأطرها بدون مزايدات وبدون قول بأن هذا مصطنع. هذه الظاهرة اليوم تهديدها لا يطال فقط مستوى معين، تهديدها احنا ماشي ضد الاثراء في الفريق الاشتراكي، احنا بغينا المغاربه كلهم يكونوا اثرياء ولكن بطرق كسب مشروعه. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضلي سيده النائبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، جيتوا عاد ما قلتوش بسم الله، سحبتوا قانون الاطراء غير المشروع، قلتوا الجمعيات ديال حمايه المال العام ما عندهاش الحق تقدم الشكايات، ودابا قلتوا اللي تكلم على الفساد غنقدموه للعداله. النتيجه ديال هاد الاجراءات الغير بريئه هو التراجع ديال البلاد ديالنا في مجموعه من المؤشرات بما فيها مؤشر ادراك الفساد اللي تراجعنا بسبعه ديال الدرجات في عام واحد. السيد الوزير، كنقولوا اذا عرف السبب بطل العجب، ودابا مع توالي الفضاء ومع هذا الشيء اللي كيوقع اليوم وكثره المتابعات القضائيه وكل نهار بفضيحه، فهمنا بان هذه الحكومه ما عند... رد السيد الوزير. الفساد كان دائما في المغرب، والناس المعقولين كاينين دائما في المغرب. وحنا مجتمع فينا المزيان وفينا الخيب، والاحزاب تمثل مجتمعها، فيها كما هو المجتمع فيه الخيب والمزيان كذلك الاحزاب فيها الخيب والمزيان. علاش كنحكموا على المغاربه انهم فاسدين وكاع اللي يدير الفلوس الشفار وخصنا كلشي نحاكموا كلشي نديوه للحبس باش شي واحد يدي يعطينا دروس في الاخلاق؟ من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. شعبنا فيه المزيان وفيه الخيب، ولذلك وضعت الدوله، علاش تاسست اساسات باش تحمي اللي مزيان وتدي اللي خايب للحبس؟ وماشي كلشي اللي في الحبس، ولكن خليت المرأة نحترموها. أما إلا غير المزايدات في الكلام ونتهموا كلشي بالفساد ونبانوا حنا نضاف، على السنوات الفريضة ما كانش فيها فساد. شحال واحد مشى للحبس في السنوات الفريضة؟ عاد بانوا لكم اليوم. شحال واحد دار لي خلالات؟ عاد بانوا لكم اليوم. أنتم كنتوا كتعطونا دروس في الأخلاق وداخلكم تدرت جرائم. على بالك كتعطوا الدروس؟ لهذا الله يجازيكم بخير. إلا بغيتي تشوف شي واحد شفني في عيني من حتى تكلم. أما الفساد موجود والقانون موجود، ودرنا القانون ودرنا الحباسات وتدرت الإجراءات غير باش نحميو المجتمع ونحاربوا الفاسدين، وسيبقى هذا إلى أن يريد الله الأرض عليها. وإلا قولي لي علاش موجودة الجنة وموجودة جهنم؟ موجودة جهنم باش ندخلوا المفسدين، وموجودة الجنة باش ندخلوا المسلمين. شكرا. السؤال